كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 19. داكس هوند، كلب بيشبه النقانق أو الهدوغ، صغير شكله طيب وحبوب، رجليه صار، جسمه قريب من الأرض. لو تطلع عليه هتقول كلب منزلي، وفائدته الوحيدة هي إنك تحضنه وتلعب معه. خطأ، هذا الكلب وظيفته مش هيك، وتم تزاوج هذه السلالات في الماضي عشان يجيبوا هذا الكلب لهدف واحد، هو انه يحفر في انفاق البادجرز او الولفرين ويروح لمقر اقامتهم وينزل معهم في معركة تستمر لمدة ساعات مع حيوانات شرسة. هذا هو البادجر، اذا كنتم حابين تعرفوا انا عن شو بحكي. هذا الكلب ما عنده مشكلة انه يلحق حيوان مفترس ضعف حجمه في نص الليل والدنيا ظلمة وعتمة. هلا هذا الكلب عنده مهمة في حياته عايش عشانها، هو انه يقتل الحيوانات الصغيرة وكمان اذا قدر الكبيرة. مهمة دربه وتعلمه راح يكون مطيع لدرجة 50% بالكثير. فلو بدي اوصفه ما راح احكي لك انه مجرم، راح اقول انه قاتل متسلسل، لانه ما راح يوقف قتل بالرغم من شكله اللطيف، الا انه صياد ماهر ومستقل. فعشان هيك سيبك منه، مش لازم تربيه.